وخلال المؤتمر الصحفي أضاف رئيس السيسي أنه اتفق مع نظيره الأنجولي على أهمية بذل أكبر قدر ممكن من الجهود من أجل الاستقرار في القارة الأفريقية. وفي الملف السوداني قال الرئيس السيسي أن الصراع في السودان أثر على مصر بشكل كبير، حيث أنه خلال الأسابيع الثمانية الماضية نزح حوالي 200,000 سوداني إلى الحدود المصرية. كما أكد الرئيس السيسي على ضرورة التوصل سريعا لحل سلمي للأزمة الأوكرانية. تحدثت أيضا مع فخامة الرئيس على المستوى يعني الدولي والقاري على سبيل المثال، والقضايا اللي بتشغل منطقتنا وقارتنا الأفريقية، وأهمية استعادة الاستقرار واستعادة السلام في الدول التي تعاني، زي ما ذكر فخامة الرئيس وزي ما بنأكد هنا، سواء كان في يعني دول زي الصومال أو الكونغو أو دول الساحل والصحراء وليبيا، ويمكن أخيرا السودان. واتفقنا على أن أهمية أن احنا مهم جدا جدا أن احنا نبذل كل الجهد ونسعى جهودنا من أجل استعادة الاستقرار، وأيضا إعطاء رسالة لهذه الدول. وإحنا هنا بنتكلم على السودان تحديدا، لأن ده آخر يعني مشكلة تفجرت خلال الثمان أسابيع اللي فاتوا، أهمية يعني إيقاف إطلاق النار والدخول في تفاوض لإنهاء هذا الصراع، اللي احنا بنقول في مصر يمكن خلال يعني الكم اسبوع دول احنا بنتكلم في 200,000 دلوقتي، مش كده؟ 200,000، اكتر من 200,000 من اشقائنا السودانيين نزحوا الى الحدود المصريه، وده امر طبعا ناجم عن الصراع، وهو احنا شفنا ده ايضا وتاثرنا بيه. انا بتكلم هنا على مصر تحديدا، وبرضه لما الازمه في ليبيا خلال العشر سنين اللي فاتوا كان برضو كان ليها تأثير. وبالتالي التجربة بتقول ان استعادة الاستقرار والسلام اهم تحرك ممكن نتحرك فيه سويا وعلى مستوى القارة وعلى مستوى الجامعة العربية من اجل انهاء هذه الأزمة في اسرع وقت.